لكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا على بالك باش مبولحي، راه يحوس عليك مبولحي على هذا الفيديو، هذا راه يحوس عليك ويلقاك ويلقاك شي كنتو تهضروا فيه ومن بعد تخرجوا لينا، تخرجوا علينا اش تقولوا لنا؟ تقولوا لنا يا ودي احنا تبنيتوا باللي نتوما بسبب التصريحات تاعكم نتوما اللي جبتوا كاس افريقيا للجزائر، بغيتوا تدخلوا روحكم غير بالهضره، بصح نتوما كنتوا تحطموا. كون شوفوا انت شو كنت تهضر على مبولحي باش يطردوا مبولحي، وتالمين تالمو حاقدين على مبولحي، دو بيت اللي تمركاو في زومبيا قاعد تحطوا على مبولحي. شاهدناكم ما صاحبي كاش خاطش عليه مساوي يلعب في السيربي، كاين واحد الامور نعرفوهم انايا، انا نعرفهم واحد الامور مساوي يلعب في السيربي، كاميرات والكتبه وكلش بغاو يقلعوا، غير صابوا الشعب شويه هزهم قال لهم وي الحضاري الحضاري تالمو لعب 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 مدو بديت تلعب ولا اما لا نقول الكلمه طاوه كادو داوه الكوب دي موند ولعبوه الحضاري الحضاري. وحنا بنادم لي نكون لي يربد لنا ريسانا غي يعطيك ينعقل طيح عليه دق دقه هرسح ما تخليش. حنا لا حنا ما حنا المعظم ما هم شاكرين ناكرين، شاهدناهم كيفاش طاحوا عليه. لا كنا غادي نربحوكم شي كمشي مبولحي، كنا غادي نربحوكم شي غلطه تاع مبولحي، كنا غادي نربحوكم شي يا الفع يا سمعت شو سمع سيرفيس فهمني دوك تولي ليكسبيريونس انا عطيتك واش هي ليكسبيريونس. لعب يلعب في السعوديه سامح لي، انت قلت من قبل يلعب في بنغلاديش ولا في السعوديه سامح لي محمد، تلعب في بنغلاديش تقعد لتحت، تلعب في السعوديه تقعد لتحت، في اسبانيا تلعب من فوق، في ايطاليا الفوق، في المانيا الفوق، وفي بريطانيا الفوق، لكن وفي لندن الفوق، وبلان بنغلاديش لي سيتي تا هذوك التو بالفيضانات وبهذوك العرايس هذوك ماشي تاع الفوتبول. بصح انت يسمح لي بالشيخ بين دخل روحي بالشيخ، انا بين دخل روحي بينك وبين بلعنبولحي. انت يا سي بالشيخ كنت تشكر في شعال، شعال عندنا بطوله احسن من السعوديه، اي ما نكذبوش على روحنا، بين هضروا بيناتنا بطوله تاعنا احسن تاع السعوديه يا كابيناتنا زعما خير تاع السعوديه، البطوله تاعنا خير تاع السعوديه، كي يهدر هو السعوديه، السعوديه كي والو السعوديه قلبت ماتشر قلاته، السعوديه قلبت ماتشر قلاته، السعوديه اللي غادي يلبو لنا يلبو كاس العرب هذيك غادي نلبوها، غادي بوكره غادي يجيب لاكوب من فماك ويجي. راه قلت شعال مي كنت شعال 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 وين كان يلعب؟ وين كان يلعب؟ انت قلت بلي اللي يلعب في مدر حارس في اسبانيا في طليان في الالمان في انجليز هذوك اللي نستعرفوا. انت يا شعال كي كنت تشكر فيه ومن بعد هدر من بعد قال لك انا هاشكون الماناجر تاعي اللي كنت تدافع عليه في قناه الهدف شعال شعال، ومن بعد لعب الاولمبيك في ريو دي جانيرو شانا كيفاش، وين ولا يكذبها ويدخلها ولا يكذبها ويعطيه صدق. لماذا عاشوره في 2016 مع شعال عمرو لا يدي في ريو دي جانيرو عمرو لا يدي؟ هذه انا شيطان اصاحبي، انا ما عندنا والو، انت زيرو ما عندك شي، قاعد كنتو تهضروا لنا ومن بعد قاعدين شادينا في قلوبكم ومن بعد تطيحوا على طيحوا من مصطو تالمو ما جبتوش طيحوا على بالماضي طحتوا على غارديا، باغيين تقلعوا غارديا باغيين تقلعوا بيها كيما هاك،
نقطة البداية تاعكم، نقطة تحطيم المنتخب الوطني الجزائري. لازم مشروع تاع كيسمو مشروع تاع ماجر مع زاتشي باش تحطيم لازم يمشي. جوج تكذبوا علينا، ضرب انت توخر تابولحي، تايا توخر مبولحي، لوطو تمشي على ثلاثة، لوطو تمشي على ثلاثة. قول هذا الحمار يأمنكم برك، اللي يكون حمار يأمنكم ويجي بهدرتكم. أنا نقولكم باش يكون على بالكم أجمع. والله العظيم نعرف، انا نعرف ناس هذو اللي يهدر عليهم كاين نعرفهم. والله لما تهدر مع اللي يقول لك مبولحي، يقول لك اود عمي، يقول لك مبولحي. نعرف هذو اللي غارديا اللي يهدر عليهم، نعرفهم ليه نهدر معاهم، مازال اليوم نهدر معاهم. والله العظيم لما يهدر يقول لك مبولحي، يقول لك مبولحي مبولحي، يقول لك ما تقول له، يقول لك مبولحي، يقول لك ما خلعك، يقول لك مين تقول باللي دخلت مبولحي راه واجد. هذا غارديا يقول لك مين شوفوها بلي داخله نصيبو مبولحي واجد. زعما موش هدرها لي بفمه، قال لي كنت تشوف الالمان، قال لي تخاف، قال لي تخاف، قال لي 120، قال لي نهضروا على 90 دقيقه، قال لي مبولحي. هذا غارديا كان روبلاصو تاعو، قال لي مبولحي هو اللي دانا كملت 90 دقيقه، قال لي مبولحي، قال لي مبولحي هو اللي كملها. باش يكون على بالكم يا جماعه. بعد يجي يقول لك اودي انايا يجي بيقلعوا مبولحي، مبولحي تقلع مبولحي شاد لك، مبولحي خدام، مبولحي عنده سر في ليكيب ناسيونال، مبولحي عنده سر في ليكيب ناسيونال. الغارديا تاع البرازيل طافاران وقيله في 94 كان غارديا في طليان، كان في نادي ايطالي والنادي تاعو طاح، صح هو دا الشامبيونا دا كوب دي موند، النادي تاعو طاح هو دا. نزيدو نسمعو تشوف، شوف كاين فيديو تصته نهار اللي قلت لكم باللي هذه بيردوا على كيسموها على ماجر، وين قال لك انا مكاش لي وقف معايا وانا مكاش لي دعمني، وانا قلنا لهم باللي كاين يحيى ولد عباس الناس قاعد دعماتك ماجر، انت انسان تكذب وصايك باغي تشف الغاشي والناس على بالهم. اسمعوا تشوف معنا يحيى اش تكلم على ماجر، اسمعوا تشوف. ماجر على راس العارضه الفنيه وهذا اللغط. انا سمعتوني في السابق مع تعيين مدرب جزائري. شوف هذو مام هذا، مام هذا، هذا ويحيى وكان يخاف من ماجر، ومن بعد خرجت هذه الايامات ماجر كان يخدم مع ولده الاشارات تاع الصابون الريحه وكل شيء مع ولده. مام هذا كان يخاف من ماجر، الهامل كان يخاف من ماجر، حداد يخاف من ماجر، خاطش على ماجر كان عنده حبه كوجاك قد الكوب دافريك. شو كيفاش هنا كانوا يحوسوا كيفاش يطردوا كاع اللعابه، استغلوا تشوف استغلوا الكلام كي داير، كلام مدروس استغلوا تشوف. وفريق من لعاب من لاعبين محليين نقدر نستعان بلاعب زوج ثلاثه، لكن انا جيلي اي هضره تاع زاتشي، لاعبين متكون منتخب وطني متكون من لاعبين محليين نجيبوا زوج ولا ثلاثه. وين الصحافه في ذاك الوقت؟ وقلت لكم عليها الحمد لله يا ربي، الصحافه المحليه كانوا يهضروا، كانوا يشكروا في محرز وابراهيمي، هذو زوج برك، والاخرين ولاو ينسونا فيهم كاع صايك ايام كاشي، هذو كاع راح وين. باش يكون على بالكم، عاود لكم عاود لكم هي وهذا اللغط. انا سمعتوني في السابق مع تعيين مدرب جزائري وفريق من لعاب من لاعبين محليين نقدر نستعان بلاعب زوج ثلاثه، لكن انا جيلي بربرنا الفريق اللي دار الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه في 75 بلاعبين محليين من الاول لاخر جيلي. بصح يا يحيى شكون اللي كانوا يخدموا في لاباز؟ شكون هما؟ شكون كيفاش كانوا يخدموا في لاباز؟ قول لي شكون اللي يخدموا في لاباز؟ شكون اللي يطلعوا لكم اللعابه؟ جيلك جيلك خرج كاع، هرتونا هرتونا هرتونا
هرتونا وزلنا حنا فينك رانا والدي ولادنا طالعين مورانا مهرودين، هرتونا خليتو فينا جيلك، جيلك هردنا حاشا اللي ما يستاهلش، وما الأغلبية هرتونا لا في مدير تروح دير تشغي شباب تصيبو عنده 60 عام يقولك انت عندك 46 عام، انت عندك 80 عام، انت شاك تدير؟ انا عندي 46 وانت عندك 80 عام، هما كيسيبو الرد على روحك كيما كيطردوك. عيط هيا خرجوا عليا من عيط الشرطه، هيا جيلك هردنا جيلك. اللي بربرنا الفريق تاع 82 بواحد ولا زوج الا ما كذبنيش ربي من والله مشي اللعابه المحترفين، والله ما عمرك لا تروح كوب ديمون، كاع كوب ديمون ما تروح لهاش يا جيلي. مع الجزائر محاربين لدعم الفريق، انا في كبر سني الان نشوف ان مع بلادنا على كل حال طبعا نشوفهم يجوا كل واحد خايف على شوفي تاعو، كانوا يقول لك ميتال، يقول لك هذاك المثل اللي واحد اللي يكذب بزاف نهار يقول لك الصح في فريقه يلعب وانا خايف. واحد الوقت وصلنا جبنا مدرب براني لازم له ترجمان كي حطينا جبالك زاتشي حبينا ناكلوه من النهار الاول، خليه يخدم على روحه وان شاء الله ينجح وتنجح البلاد معه باش يكون على بالكم هاد الناس هادو. عرفتوا كيفاش كانوا يحطموا فيها؟ تحية الجزائر.